في التحليلية لليوم، اللهيب يتصاعد من أرامكو في الرياض من جراء استهداف المسيرات اليمنية. العاصمة السعودية وأقوى شركاتها في مرمى القوات اليمنية، فأي رسائل من صنعاء؟ الحكومة التونسية تنشر أسماء ضحايا الثورة بعد 10 أعوام. لماذا هذا التأخر من قبل الحكومات التونسية المتعاقبة؟ وهل سيعوض على عائلات الضحايا؟ الماريوانا تطيح 5 من موظفي البيت الأبيض. تعاطي للمخدرات والممنوعات في قلب الإدارة الأمريكية، أي فضيحة هذه؟ وفي قضية اليوم، مناخ العالم يتغير، ما هي الحلول؟ برد قارس وحر قاس، فيضانات وبراكين، الأرض تستهلك طاقتها والخراب يضربها، إلى متى وأين العرب من المناخ والطاقة البديلة؟ العمق السعودي يضرب بالمسيرات والصواريخ اليمنية، والدخان الأسود يتصاعد من أرامكو في العاصمة الرياض. صنعاء تقرر التصعيد وترد على الغارات بالغارات في استهداف أرامكو، رمز القوة الاقتصادية للسعودية رسالة، وفي وصول المسيرات إلى الرياض عبرة، فهل يعتبر ابن سلمة؟ هي معركة لا حدود لها، انقلب السحر على الساحر، فالنار التي أشعلتها السعودية في اليمن انقلبت عليها وباتت تهدد استقرارها. المملكة باتت تدرك جيداً وقع معادلة الضربة بالضربة التي رسخها اليمنيون. القوات المسلحة اليمنية رفعت سقف المواجهة وقصفت مصفاةً لشركة أرامكو في العمق السعودي الرياض. أرامكو استهدفت من قبل، لكن ذلك كان في مناطق متفرقة، أما اليوم فهي قصفت والرياض معاً، في رسالة يمنية واضحة تحمل رؤية استراتيجية بضرب الحلقة السعودية الأقوى، نظراً لأن أرامكو تعني السعودية في المفهوم الاقتصادي والوجودي لهذه المملكة. الهجوم رسالة واضحة المعالم، مفادها أن القوات المسلحة اليمنية قادرة على استهداف أي نقطة في السعودية بسهولة، كما يكشف عن عدم فعالية الدفاعات السعودية وراداراتها، ما يعني أن المنشآت الحيوية النفطية وغير النفطية معرضة للاستهداف في أي لحظة، وبالتالي هي مهددة بالتوقف عن العمل على الأقل، إذا لم نتكلم عن الخسائر، وهو ما أشار إليه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الذي أكد أن كل الأهداف العسكرية والحيوية أصبحت أهدافاً مشروعة، وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة. وبينما يشب الحريق في الرياض، يعم الخوف عواصم الدول التي تقود الحرب على اليمن، انطلاقاً من مقولة طابخ السم آكله. وبينها تل أبيب التي تتابع بتوجس تعاظم القدرات الصاروخية والمسيرة لقوات صنعاء. بهذا الهجوم اليمني، مدير مكتب الميادين في صنعاء أحمد عبد الرحمن، أي مرحلة بدأتها القوات اليمنية وأي رسائل أرادت إيصالها للرياض؟ أولا عبد الرحمن، هذه الضربة أو العملية اليمنية تأتي بعد نحو 3 أعوام من أول استهداف لمصفاة أرامكو في العاصمة الرياض بطائرتين مسيرتين، كانت في يوليو 2018، وبعد 2 من الاستهداف الثاني لمحطتي نفط أرامكو إلى الغرب من العاصمة السعودية الرياض منتصف العام 2019 ب7 طائرات مسيرة دفعة واحدة. مثلت تلك العملية بدقتها وحجمها وأهدافها النفطية والاقتصادية الحيوية وداخل العاصمة السعودية الرياض نقطة تحول قادت ربما إلى هذه العملية التي شهدناها وأعلنت عنها القوات المسلحة اليمنية بالأمس. هذه العملية تأتي في لحظة حساسة ومفصلية في تاريخ الحرب، ولحظة تحول حقيقية أيضا في مسار هذه الحرب ودخول الصراع مرحلة الحسم إنجاز التعبير، ولا يمكن فصلها عما يجري في مأرب، وهي بظني تأتي
في سياق الرسائل اليمنية المتكررة والمتواصلة أخيرا على السعودية وعلى يعني مناطق مختلفة من عسير وأبها إلى جدة والرياض وأيضا ميناء رأس تنورة. بالتالي الضربة هذه مع ضربة رأس تنورة تمثلان كما قال البعض علامة ونقطة فارقة في مسار الاستهداف وأيضا في مسار الرسائل الموجهة إلى السعودية. هذا تحذير واضح من صنعاء للرياض من أن أرامكو ومصافيها النفطية على امتداد الجغرافيا السعودية باتت في مرمى الصواريخ ومسيرات صنعاء. أيضا أرامكو ستكون المقابل الطبيعي لحقول النفط اليمنية في صافر بمأرب إذا ما استهدفت هذه الحقول أو تعرضت لأي استهداف من أي شكل أو بأي شكل إما مباشر أو غير مباشر سيكون الرد باتجاه وعلى حقول النفط ومصافي أرامكو. أيضا هي تنطوي عبد الرحمن على رسائل إقليمية ودولية وعالمية باستهداف شريان النفط السعودي بل والعالمي في الوقت نفسه. هنا اسمح لي أن أنتقل لمحل ميدين بشأن أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود أحمد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية نزار أعتقد أنها معنية بشكل أساسي، فهي حليفة السعودية الأولى. كيف تنظر واشنطن لهذا الاستهداف لشركة أرامكو وللرياض للعمق السعودي؟ تحية لك ولسائر المشاهدين والزملاء في التحليلية والميادين. لا شك طبعا هذه الضربة تزعج وتقلق الولايات المتحدة كثيرا. السعودية ليست مجرد مصدر للنفط بل إن الدولار مرتبط أيضا بالبترودولار، ما يسمى البترودولار مرتبط بالدولار الأمريكي، وأي عرقلة في ذلك يخفف الطلب على الدولار الأمريكي الذي يتعرض للكثير من الضعف في الأسواق المالية. هذا ناحية، هذه من ناحية. من ناحية أخرى الاقتصاد العالمي مترابط، وأي هبوط في إنتاج النفط يعرقل الإنتاج في دول كبرى، صناعية كبرى مثل تايوان، مثل اليابان، مثل كوريا الشمالية وحتى كوريا الجنوبية وحتى الصين وغيرها، وبالتالي هو يربك الاقتصاد العالمي. وأي ضربات من هذا النوع هي ضربات استراتيجية بكل ما الكلمة من معنى، وتؤثر حتى على أوروبا والجميع. لذلك الولايات المتحدة التي أوقفت شحن بعض الأسلحة الهجومية إلى السعودية لم توقف شحن الأسلحة الدفاعية وتزويدها بالقنابل أو الصواريخ المضادة للطائرات. هذه الضربة كما الضربات الماضية برهنت مرة جديدة على أن الأسلحة المضادة لدى السعودية والتي تزودها بها الولايات المتحدة، وحاليا إسرائيل بدأت تركب أجهزة وأنظمة تصدي، هذه برهنت عن فشلها وأن المليارات التي أهدرت في سبيلها ذهبت أدراج الرياح. العميد يحيى سريع أحمد تحدث أنه سيكون هناك كشف عن المزيد من الأعمال الخبيثة للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن. ربطا بذلك، ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية من اليمن؟ ما تريده أمريكا اليوم من اليمن هو استعادة نفوذها الكامل في هذا البلد والسيطرة على قراره السيادي الخارجي والداخلي حتى، وبالتالي هي تعمل على إعادته إلى حظيرتها باعتباره منطقة نفوذ أمريكية وحديقة خلفية للسعودية، حديقة مغلقة للسعودية. خروج اليمن من تحت هذه الهيمنة والعباء السعودية والوصاية السعودية واستقلالية قراره كاملا وممارسة سيادته الكاملة على أرضه يمثل خطرا حقيقيا بالنسبة لأمريكا وأدواتها في المنطقة. ولهذا عادت اليوم بشكل مباشر من خلال مبعوث يعني أمريكي إلى اليمن، وهو يعني بمعنى أو بآخر يستبعد السعودية أو يعني يحد من هيمنتها وسيطرتها على اليمن، وتدخل أمريكا بشكل مباشر إلى اليمن لاستعادة هذا النفوذ. وشنت الحرب أو شنت هذه الحرب تحت عناوين مختلفة لا تمت بصلة إلى تلك الأهداف الخفية والحقيقية التي تريدها أمريكا بطبيعة الحال. في النهاية عبد الرحمن، أمريكا والسعودية لا تريدان يمنا قويا ذات سيادة مسيطرا عليها أو مسيطرا على قراره. مشاهدين، هذا كان فيما يخص التطورات في اليمن بعد الهجوم على الرياض. أما في تونس وبعد 10 سنوات نشرت أسماء شهداء الثورة في تونس وجرحاها، أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، لكن لما كل هذا التأخير؟ وهل كانت السلطة التونسية عادلة في تسمية الضحايا والتعويضات؟
بعد شد وجذب ومماطلة لنحو 10 سنوات، وافقت الحكومة التونسية على نشر لائحة بأسماء شهداء الثورة التونسية وجرحاها في الجريدة الرسمية. اللائحة ضمت مبدئيا 129 شهيدا وأكثر من 600 جريح، ويمكن لمن لم يرد اسمه فيها أن يتقدم باعتراض لدى المحكمة الإدارية، ما يعني أن إجراءات أخرى قد تستغرق زمنا طويلا تنتظر إنهاء الملف. لكن هذه الخطوة تعد رمزية ومهمة لاعتبارها تؤشر إلى اعتراف رسمي من الدولة بحدوث ثورة شعبية أوقعت شهداء وجرحى، وما يعنيه ذلك من أثر قانوني تجاه الضحايا وعوائلهم. تأخر صدور هذه اللائحة يرجع في الأساس إلى تضارب في تحديد أسماء الشهداء والجرحى الحقيقيين، والحرص على عدم إضافة أسماء وهمية على حساب الثورة التونسية. كما ساهم العامل السياسي أيضا في عدم تحمس الجهات الرسمية لإصدار قائمة الأسماء، فوصول حزب نداء تونس في انتخابات عام 2014 إلى السلطة وهو المحسوب على النظام القديم جعل الأصوات التي تتحدث عن الثورة وأهميتها خافتة. يذكر أن تونس تعيش منذ سنوات على وقع أزمات اقتصادية وسياسية، غالبا ما تحمل الثورة ومن جاءت بهم مسؤولية الإخفاقات. ولعل أبرز دليل على ذلك تصدر الأحزاب التي لا تعترف بالانتفاضة الشعبية استطلاعات الرأي. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. إذا مراد، نريد أن نعرف أكثر عن هذه القائمة ولماذا التأخير فيها حتى اليوم. 10 سنوات تأخرت هذه القائمة. نعم عبد الرحمن، بداية، ما أهمية نشر هذه القائمة؟ الأهمية تقريبا هي قانونية ومعنوية ورمزية وتاريخية أيضا، باعتبار وأنه في صورة عدم وجود هذه القائمة وعدم نشرها رسميا من الحكومة التونسية فإن هناك يعني فجوات قانونية أمام ماذا حدث في 2014، وهل لنا شهداء وجرحى للثورة، وهل الدولة التونسية تتحمل ما حدث لهؤلاء خلال تلك السنة. إذن بنشر هذه القائمة قانونيا وأخلاقيا الدولة التونسية اعترفت بأنها اقترفت تجاوزات ضد شهداء وضد جرحى خرجوا للمطالبة بالحرية وبتحسين المناخ العام الاقتصادي خاصة في البلاد، وهذا أمر قانوني. بالنسبة لماذا لم تنشر القائمة؟ حقيقة كان هناك يعني عدة قوائم، عدة جهات أصدرت قوائم، هناك تضارب ما بين هذه الجهة والجهة الأخرى، هناك من لم يثبت أنه شارك في الثورة أو خرج أو جرح بسبب خروجه ضد النظام السابق، هناك عد ركوب على هذا الحدث، وبالتالي الحكومات التونسية المتعاقبة كانت ترأى بنفسها على أن تنشر هذه القائمة في ظل وجود عدم تثبت من الشهداء والجرحى الحقيقيين لهذه الثورة. ولكن بعد مدة وخاصة في ظل هذا الوضع السياسي، رئيس الحكومة ربما أراد أن يقوم بهذه الخطوة ونشر هذه القائمة، ولكنها ليست نهائية باعتبار أن هناك فصول قانونية أخرى لدى المحاكم واعتراضات من مئات أو ربما آلاف آخرين يريدون أن يكونوا أيضا ضمن هذه القائمة، وبالتالي الفصول ستكون طويلة ولن تقف عند هذا الحد. وبما أننا نتحدث عن ضحايا التحركات الشعبية، هنا نسألك أحمد عبد الرحمن، قبل يومين مرت الذكرى 10 لسقوط حوالي 52 يمنيا على يد قوات الأمن فيما عرف آنذاك بجمعة الكرامة. نريد أن نعرف أكثر عن هؤلاء الضحايا، وإلى أي مدى خروج اليمنيين آنذاك كان بسبب التأثر بما يحصل في تونس. لا شك أن ما حصل في تونس عبد الرحمن كان ملهما ومحفزا ودافعا لليمنيين إلى الخروج ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في ذلك الوقت، لكن قبل ذلك كان هناك عوامل داخلية ومعيشية ودوافع اقتصادية وسياسية خاصة بالنسبة لليمنيين لأن يخرجوا ويطالبوا بإسقاط النظام القائم حينها. بعد نحو شهر من ذلك الخروج يعني نحو شهر ونصف من ذلك الخروج تقريبا، وقعت تلك المذبحة البشعة والوحشية والأكثر دموية، المجزرة تلك خلفت عشرات الشهداء والجرحى، ما زال بعض الجرحى إلى اليوم عبد الرحمن مقعدا طريح أوجاعه وآلامه
وعجزه، وما زال الضحايا ينتظرون العدالة والإنصاف إلى اليوم في قضية ارتكبت في وضح النهار، ومع ذلك قيدت ضد مجهول كعشرات الجرائم التي يعني كعشرات جرائم الاغتيالات التي وقعت في اليمن. هذه الجريمة تشارك فيها طرف نظام حينها، يعني نظام علي عبد الله الصالح وحكومته، والنظام الذي أصبح حامي الثورة ممثلا بالفرقة الأولى مدرع بقيادة علي محسن الأحمر، وأيضا حامل لتلك الثورة، وهو الذي حقق مع القناصة ومع مرتكبي تلك الجريمة، ومع ذلك لم يخرج شيء من تلك التحقيقات أو من نتائج تلك التحقيقات، ولم يعرف أحد ما قيل في تلك التحقيقات، وبالتالي تم يعني القضاء على تلك الجريمة ووضعها في الأدراج. ومع نشر القائمة في تونس للشهداء والجرحى بعد 10 سنوات على ثورة الياسمين، مراد نسأل اليوم أين تونس بعد سنوات 10، وهل تحققت أحلام من استشهد وجرح آنذاك حتى اليوم؟ حقيقة عبد الرحمن، هذا السؤال يجيب عنه الوضع العام في تونس سياسيا واقتصاديا وعلى كل الأصعدة. حقيقة يعني تراجع كبير في على كل المستويات اقتصاديا، أزمات سياسية متواصلة تقريبا منذ سنوات لم تنتهي، لم تبدأ مع هذه الحكومة، بل بدأت حتى قبل الانتخابات الماضية، ونتذكر الصراع بين الرئيس الراحل الباجي قائد سبسي ورئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد وغيره من الصراعات. تونس لم تنجح في الاستقرار. اليوم في تونس ماذا يقولون؟ يقولون أن شعارات الحرية أو شعارات الثورة المشهورة التي عرفت في العالم آنذاك، شغل حرية كرامة وطنية، تقريبا لم يتحقق منها سوى شعار الحرية، وحتى هذا الشعار أو هذا المكسب وهو الحرية يمكن أن نضعه موضع تساؤل، يعني أي حرية في ظل هذه الظروف الاقتصادية والوضع السياسي؟ وهل هذه الحرية فعلا حقيقية في ظل سواء حرية الإعلام أو حرية التعبير أو الحريات في الشارع وغيره، هل هي حقيقية فعلا في ظل سيطرة لوبيات المال والأعمال والإعلام على المشهد العام في البلاد؟ يعني تقريبا كل شعارات الثورة التونسية هي موضع تساؤل، فما بالك بالشعارات الأخرى والمطالب الاقتصادية التي لم يتحقق منها شيء، بل أن الأوضاع ازدادت سوءا. وربما عبد الرحمن بالعودة إلى موضوع قوائم أو قائمة شهداء وجرحى الثورة، ومن بين أسباب عدم نشرها والتأخر في نشرها كل هذا الوقت هو الوضع السياسي الذي شيئا فشيئا بدأ يميل إلى قوى سياسية حقيقة ليست متحمسة للثورة، بل الآن في الوقت الحاضر أصبحت هناك قوى لا تؤمن بأن ثورة وقعت في تونس هي التي تتصدر نوايا استطلاعات الرأي، وبالتالي فإن تقريبا الوضع بدأ ينقلب في تونس بسبب السبب الرئيسي هو فشل الطبقة السياسية في تحقيق أي شيء من شعارات الثورة أو مطالب الثورة. وهذا مشاهدينا فيما يخص نشر قائمة الشهداء والجرحى في تونس. أما في أمريكا فالماريجوانا ليست في الشارع فقط أو تتعاطاها فئات معينة من المجتمع الأمريكي كما تصور هوليوود، بل هي موجودة في أحد أهم مقار صنع السياسة في العالم. فأمس فقد 5 موظفين في البيت الأبيض عملهم بسبب تعاطي الماريجوانا. للعلم فقط فأن نصف حالات الاحتجاز في الولايات المتحدة هي بسبب تعاطي المخدرات. 5 من موظفي البيت الأبيض فقط فقدوا وظائفهم بسبب تعاطي المخدرات. 5 فقط، تشدد المتحدثة جين ساكي، بالرغم من أن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه الماريجوانا تضيف هي أقل تقييدا من سابق عهده. تلك خلاصة ساكي في تغريدتين على تويتر، بعدما أشارت إلى إعلان الإدارة الأمريكية قبل أسابيع أن البيت الأبيض عمل مع جهاز الأمن لتحديث السياسات لضمان أن استخدام الماريجوانا في الماضي لن يؤدي تلقائيا إلى استبعاد الموظفين من الخدمة في البيت الأبيض. ونتيجة لذلك أوضحت ساكي أن المزيد من الأشخاص سيتمكنون من الخدمة في الإدارة الأمريكية ممن لم يكونوا ليستمروا في العمل في الماضي بالمستوى نفسه من التعاطي. وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها شبكة CNN الإخبارية، فإن بين من طلب منهم الاستقالة ثمة من جرى تعليق خدماتهم، وآخرون يمارسون عملهم عن بعد بعد اكتشاف تعاطيهم. وفيما تعد الماريجوانا غير قانونية على المستوى الاتحادي في الولايات المتحدة، قام عدد من الولايات بتقنينها،
مثل كاليفورنيا التي أجازتها حتى للترفيه وليس لأغراض طبية وحسب، بينما تخطط ولايات أخرى لإلغاء تجريمها. وهنا يصبح السؤال نزار، لماذا إذن يقدم البيت الأبيض على هذه الخطوة، خطوة فصل 5 موظفين، بالرغم من أن سياسة بايدن هي أكثر تساهلا تجاه استخدام الماريجوانا؟ شوف، الانتباه إلى ملاحظة قالتها ساكي على أن هذا لم يكن السبب الوحيد لإقالتهم، وهذا قد ربما يعني أنهم كانوا في حالة تسطيل أثناء العمل، أو في حالة أهملوا، أو أنهم ارتكبوا أخطاء نتيجة لتعاطي المخدرات. لا شك طبعا أن أزمة المخدرات في الولايات المتحدة كبيرة جدا، وهناك قائمة طويلة من عشرات الرؤساء وحكام الولايات وكبار الشخصيات في الولايات المتحدة، من ضمنهم بيل كلينتون، جورج بوش، من ضمنهم حتى بعض الحاليين مثل حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس، كلهم أقروا بأنهم تعاطوا مخدرات خفيفة في مرحلة ما من حياتهم. وهناك طبعا فضائح كثيرة في تاريخ الولايات المتحدة بالنسبة لتعاطي المخدرات، وحتى بيع CIA المخدرات للشعب الأمريكي لتمويل عصابات الكونترا في نيكاراغوا في الثمانينيات، وتلك فضيحة أثارت الكثير من علامات استفهام حول نزاعة الإدارة الأمريكية حيال الشعب الأمريكي. أزمة كراك كوكين التي انتشرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة تعزى إلى تهريب الكوكايين من كولومبيا بواسطة عصابات مخدرات بالتضامن مع CIA لتوزيعها في الولايات المتحدة، ومن ثم تمويل عصابات إرهابية في نيكاراغوا للإطاحة بنظام أورتيغا في ذلك الوقت. هناك طبعا حالة من الفوضى في التعامل مع المخدرات في الولايات المتحدة، كثير من الولايات تسمح بها حاليا، وهذا السماح أتى بعد عجز السلطات عن احتواء هذه الآفة الكبيرة التي قتلت العام الماضي فقط نحو 3.2 مليون أمريكي، بين منتحر وبين يأخذ جرعة فوق المعدل المتوقع. بالتالي أزمة تفوق حتى الكورونا. على كل حال، كيف يمكن لهؤلاء أن يقوموا بالحد من هذا الانتشار في حال كان بعض الرؤساء كما ذكرت قبل قليل نزار هم من يتعاطون هذه المواد المخدرة؟ سأعود إليك بعد قليل أيضا نزار. هذا فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يخص تونس مراد، كان هناك جدل حول تقنين القنب الهندي والمخدرات الخفيفة، لماذا حصل هذا الجدل، هذا الجدل الكبير في تونس، وإلى ماذا آلت الأمور؟ عبد الرحمن، هي القصة بدأت بأن بعد الثورة ومناخ الحريات هناك مطالب، بل حراك يعني كبير في تونس من أجل، في البداية كانت المطالب بتخفيف العقوبة السجنية التي هي في القانون التونسي كانت خاصة قبل 2011 بسنة سجن. هناك من اعتبر بعض المنظمات الحقوقية والناشطين أن هذا إجحاف في حق بعض الشباب الذين يستهلكون للمرة الأولى، وبالتالي فإن سنة سجن نافذة هي ربما ستساهم في تحطيم مستقبل عديد التلاميذ والطلبة والشبان. نجح هؤلاء في إقناع الحكومة آنذاك بتنقيح القانون، وبالتالي بتخفيف العقوبة أو عدم يعني صرف النظر عن من يستهلك أول مرة. صارت الأمور هكذا، ولكن خلال سنة تقريبا وخاصة الأشهر الأسابيع الأخيرة بدأ حراك فعلي رسمي من قبل منظمات حقوقية لتقنين استهلاك هذا الصنف من المخدرات، بل إن رئيس الحكومة منذ أسابيع قليلة اجتمع مع مجموعة من الشباب للإنصات لهم. أحد السياسيين في البرلمان منذ شهر تقريبا في حصة تلفزية دخل ومعه بعض الحشيش أو القنب الهندي وعرضه على المباشر من أجل إقناع ربما السياسيين أو البرلمانيين بأن هذا الاستهلاك الخفيف للمخدرات الخفيفة ليس يعني لديه مضار كما يرون. نعم. على كل حال، بالعودة إلى موضوع البيت الأبيض نزار، بعض الموظفين أبلغوا بعض الصحف الأمريكية بأنه لم تشرح لهم السياسات المنظمة من المسؤولين عن التنظيم والإدارة. هنا نريد أن نتحدث عن إدارة بايدن، هل هذا يدل عن الإرباك الذي يحصل داخل هذه الإدارة والذي تحدثت عنه أنت أيضا بالأمس في التحليلية؟ لا شك طبعا أن إدارة بايدن لا تزال مرتبكة كثيرا، حتى بايدن تركيزه ضعيف كما يقال. وإذا كانت كمالا هاريس اعترفت بأنها تعاطت مخدرات،
على نطاق طبعا المخدرات الخفيفة وليس الثقيلة. فهذا وهناك طبعا تراخي في القوانين وميل أكثر إلى تحريرها وتحريرها في نيوجيرسي مثلا هذا العام، أقروا إمكانية الحصول على المخدرات وتداولها بشكل أساسي. لا ننسى أن هناك شركات كبرى تنتج المخدرات حاليا في الولايات المتحدة وهي مدرجة في أسواق المال، أسهمها تباع وتجني الكثير من الأرباح سنويا على نطاق واسع. وهؤلاء يعني ممثلون من مساهمين كبار، من رأس ماليين كبار جدا، وبالتالي هي صناعة، باتت صناعة وبات احتوائها، ومن الصعب على الرئيس أن يتعاطى معها بطريقة الحازمة التي قيل سابقا أنهم يتعاطوا معها في عهد ريغن عندما أعلن حربا على المخدرات، لكن النتيجة كانت أن المخدرات استمرت وهناك مكاسب بعشرات مليارات الدولارات سنويا من هذه الصناعة التي تنافس حتى هوليوود وغيرها من حيث العائدات. وبالتالي الولايات المتحدة من الصعب جدا أن تحتوي هذه الآفة، وحتى إدارة بايدن ربما تبقى مرتبكة لفترة طويلة لأن الإدارة السابقة عجزت عن المحاربة بسبب طبعا المال وبسبب تورط مسؤولين كبار في هذه المسألة وبسبب حتى هوليوود نفسها تروج لها بطريقة أو بأخرى. شكرا لك نزار عبود، شكرا مراد دلنسي، وشكرا لك أحمد عبد الرحمن. مشاهدينا فاصل نحلل بعده قضية اليوم مع موسى عاصي، قاسم عز الدين ومحمد فرج، ابقوا معنا. المناخ من حولنا يتغير، تصحر، جفاف يتمددان، برد شديد، صيف حار، فيضانات، هي عوامل تغير المناخ، والبشر هم السبب، يدخلون إلى باطن الأرض، يسحبون طاقاتها ويشعلونها، يبعثون غازات التلوث والاحتباس الحراري، وينشرون الأوبئة. شركات وحكومات تعبث بالطبيعة، لا هم لديها سوى الأموال، فكيف ننقذ الأرض لنا وللأجيال القادمة؟ وهل الطاقة البديلة والمتجددة هي الحل؟ وفي خضم التحول العالمي نحو طاقات نظيفة، أين الدول العربية من هذا التحول ولا سيما الدول النفطية الريعية؟ إذن العالم يواجه تغيرا مناخيا حادا، الحكومات حاولت تدارك الكوارث مع اتفاقية باريس للمناخ، أطراف انسحبت وتعود الآن إليها، وطاقة بديلة يحاول من خلالها العلماء تدارك الأزمة. هو غيض منفيض، الأرض ترتفع درجة حرارتها، والحكومات تتلكأ في مواجهة الاحتباس الحراري. عالم اليوم لن يكون كما كان عليه بعد عقد من الزمن، وإذا ما استمر هذا الدخان في التصاعد فإن البشرية إلى هلاك لا محالة وفق الأمم المتحدة. أعاصير، جفاف، برد قارس، حر شديد، براكين تثور، فيضانات وتسونامي بين الحين والآخر، كلها للبشر مساهمات أساسية فيها. إلى عمقها ينزلون، يسحبون طاقتها ويلوثون مناخها وأرضها. الهواء بات مشبعا بثاني أكسيد الكربون، والأمراض والأوبئة في انتشار. اتفاقية باريس للمناخ احتفل العالم بتوقيعها قبل أن ينقلب عليها بعض أركانها، يعودون الآن إليها، وأي عودة لتصحيح الخراب؟ وترى الأمم المتحدة أنه من الممكن الوصول إلى خفض الانبعاث الحراري عبر وضع حد لارتفاع درجة الحرارة. لتحقيق هذا الهدف والوصول إلى نتائج مضمونة، يجب أن تنخفض الانبعاثات العالمية بنسبة أكثر من 7.5% خلال السنوات المقبلة. طاقة بديلة يحاول من خلالها العالم تفادي المزيد من الكوارث البيئية والطبيعية. هذه الطاقة موجودة في العناصر الطبيعية وتملأ المحيط بطاقة متجددة لا تنضب. الطاقة الشمسية، الرياح، مساقط المياه، والمد والجزر وغيرها.
يعتمد عليها الخبراء لإنتاج الطاقة البديلة. 25% من كهرباء العالم يتوقع أن تأتي من مصادر الطاقة البديلة وفق الدراسات. ومن المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية مصدر طاقة العالم بحلول عام 2050. الطاقة البديلة هي مجدية اقتصادياً وبيئياً، وميزتها أنها في كافة أنحاء العالم وبشكل دائم. لكن أين الدول العربية من كل هذه التغييرات والتحولات في العالم؟ محل ميادين للشؤون الأوروبية والدولية موسى عاصي، لماذا عادت التظاهرات الآن؟ يعني السبب بسيط جدا، هو أن معظم الحكومات أو كل الحكومات في الدول الاقتصادية والصناعية الكبرى التي شاركت في مؤتمر باريس عام 2015 لم تفي بالتزاماتها بالحد الأدنى من التزاماتها لوقف انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. على العكس من ذلك تماما، لنأخذ على سبيل المثال فرنسا كدولة، وهذا المثال ينطبق على كل الدول الصناعية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وغيرها. فرنسا على سبيل المثال في العام 2016 واعتبارا من العام 2016 وحتى اليوم، التوقعات أو إضافة انبعاث الغازات زاد بحجم 23 مليون طن من الغازات المؤثرة على الاحتباس الحراري، بما يعادل 6% إضافية ما قبل العام 2015، أي ما قبل انعقاد مؤتمر باريس. أبعد من ذلك، يعني الخطوات التي اقترحها إيمانويل ماكرون من أجل فرض ضريبة على استخدام الوقود المرتكز على النفط تراجع عنها بحجة تلبية مطالب السترات الصفر عام 2018. وقس على ذلك، في شباط الماضي شباط عام 2020 كان على كل الدول التي اشتركت في مؤتمر باريس أن تقدم استراتيجياتها للأمم المتحدة حول برامجها للحد من انبعاث الغازات. 3 دول فقط قدمت هذه البرامج، وهي دول صغيرة جدا: جزر مارشال، النرويج، وسورينام. وهذه الدول لا يتجاوز انبعاث الحرارة الغازات منها سوى أقل من 0.1%. أمام هذا الواقع كان على الأجيال الشابة تحديدا الخائفة على مستقبلها النزول مجددا إلى الشوارع. رأينا في معظم الدول الصناعية الكبرى، في فرنسا، في ألمانيا، في أوروبا، وأيضا في كندا وغيرها، هؤلاء الشباب عادوا إلى الشارع ليعبروا عن امتعاضهم من عدم اكتراث الحكومات لهذه المطالب. ولكن ماذا تعني المطالبة بعالم من دون كربون؟ محل ميادين للشؤون السياسية قاسم عز الدين. يعني هو الموضوع، يعني عالم من دون كربون يشمل أكثر من مسألة يعني الطاقة الأحفورية. علماء الإيكولوجيا الذين بدأوا من القرن الماضي طبعا، يعني وبعكس التيار تماما، كانوا ينبهون أن هذه الكرة الأرضية إذا استمر الإنسان على تبديد ما هو ثروة عامة من الأجيال السابقة إلى الأجيال القادمة، هي تهدد البقاء وتهدد الوجود. كل الموضوع هو ماهية الإنسان، هل الإنسان هو يسيطر على الطبيعة أم يتكيف مع الطبيعة؟ بمعنى آخر، أننا وصلنا إلى مرحلة بحسب مركز دراسات الأمن والمناخ شيري جودمان تقول أن جائحة كورونا كما شهدناها هي طرفة بسيطة كما هو متوقع لأثر تغير المناخ على الصعيد العالمي، وهذا يمس كل البشرية، يعني الدول الصناعية وخاصة دول الجنوب التي يعني تحرق الأقل نسبة من الكربون لكنها ملوثة بأشكال أخرى. الموضوع المطروح على البشرية وخاصة على الحكومات الصناعية التي تقول أنها ستنتقل إلى تقنية أخرى، هل المزيد من الاستهلاك، نعم، مزيد من التبديد، مزيد من الهدر للثروات العامة التي هي ليست سائبة، هي لها أصحاب، يعني المناخ والأرض والمياه وكل الثروات العامة أصحابها هم البشر جميعا، وليست سائبة لكي تبددها بعض الشركات وبعض الدول وتقضي على إمكانية الوجود وحق البقاء. لذلك كل علماء الإيكولوجيا يعملون ليل نهار
لتغيير هذا المجرى، ليس فقط يعني مسألة الكربون، إنما الأسباب الأخرى، يعني هذا الاستهلاك في الزراعة، الاستهلاك في المياه، الاستهلاك في اللحوم وغازات الميثان وإلى ولذلك آخر. سنسأل ماذا عن أسباب وأثار التغير المناخي على العالم اقتصاديا واجتماعيا، محل ميدين للشؤون السياسية والاستراتيجية محمد فرج. يعني عن أسباب التغير المناخي بالمجمل، جزء منها أسباب طبيعية كونية، جزء منها أسباب بشرية. نحن في هذا السياق سوف نتحدث عن الأسباب البشرية، سوف نتحدث عن المصانع، عن الغازات والدخان المنبعث منها، عن النفايات وآليات دفنها وما إلى ذلك. يعني من المهم الملاحظة بداية أن غازات على شاكلة CH4 الميثان أو CO2 أو الأوثري، هذه غازات من الطبيعي ومن الضروري أن تكون موجودة في الأرض، ولكن ضمن نسب تخدم أشكال التوازن الطبيعي. ما فعله الإنسان من خلال استهلاك المباشر لهذه الموارد من خلال السياسات الخاطئة أنه رفع من نسب هذه الغازات. إحنا نتحدث عن تركيز ثاني أكسيد الكربون من 405 إلى 407 إلى 410 جزء في المليون خلال سنوات 3 أو 4، مما يعني ارتفاع وتيرة وتزايد بشكل كبير جدا. ما أحدثناه من الثورة الصناعية إلى يومنا هذا لوثنا في هذا الكوكب بما يتجاوز كل الحقب الماضية في التاريخ. هذا الاحتباس الحراري الظاهرة المرتبطة بشكل مباشر بالعامل البشري وليس بالعامل الكوني الطبيعي بالدرجة الأولى، يسبب ذوبان لهذه القمم الجليدية بشكل أو بآخر، ارتفاع منسوب البحار. هذا الارتفاع من منسوب البحار يؤدي إلى تغيير في التيارات المحيطية في البحار والمحيطات، يؤدي إلى تغير المناخ، يؤدي إلى تغير معدلات هطول الأمطار، يؤدي إلى تغير الزراعة، يؤدي إلى تهديد الأمن الغذائي. بمعنى آخر، نحن نتحدث عن كل مفتوح مترابط متماسك. العامل البشري اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة بأن يعيد هذا التوازن الطبيعي، لأن كل السياسات القائمة على نظرية الربح أدت إلى هذا المكان. كم كبير من منتجات العالم يتم إتلافها للحصول أو للحفاظ على السعر العالمي. هذا الإتلاف يعني إنتاج أكثر، يعني استخدام للموارد أكثر، يعني غازات دفيئة أكثر، ومعناه استهلاك للبيئة بشكل كبير. بمعنى آخر، نحن بحاجة إلى إعادة صياغة للنظرية الاقتصادية التي تحكم الإنتاج في العالم والتي هيمنت عليه الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقود الماضية. وكل ذلك له تداعيات موسى، لكن السؤال هنا، هل هذه التداعيات متساوية بين المناطق الجغرافية وبين المجتمعات؟ لا طبعا عبد الرحمن، للمفارقة أن الدول الأكثر تلويثا للبيئة في العالم ليست بالضرورة هي الدول الأكثر تضررا، بحسب تقرير صدر بالأمس لمنظمة الأرصاد الجوية هنا في جنيف. يقول التقرير بأن المساهمات الكبرى في تلوث البيئة والاحتباس الحراري هي الدول الصناعية الكبرى، هذا معروف، ولكن هذا تأكيد من هذه المنظمة. بالإضافة إلى مسألة ثانية، أن الدول الأكثر تضررا من الاحتباس الحراري هي الدول الآسيوية ودول أفريقية، تتضرر بالمزيد من التصحر، الفيضانات، انخفاض مستوى هطول الأمطار إلى ما هنالك. بحسب هذا التقرير أيضا 39% من سكان العالم لا يحصلون اليوم على مياه آمنة للشرب، وبحلول العام 2050 من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 50%. أيضا هناك انعكاسات أخرى على مسألة النزوح، يعني هناك في الدول الفقيرة أو الدول التي في طور التطور هناك نزوح داخلي من المناطق التي تتعرض للفيضانات أو للتصحر إلى مناطق أكثر خصوبة، وهذا يؤدي إلى عدد كبير إلى نزوح داخلي، وربما أيضا سيؤدي إلى نزوح خارجي. في تقرير أيضا لصليب الأحمر الدولي أيضا صدر خلال اليومين الماضيين، يتحدث عن 12.6 مليون شخص نزحوا داخليا خلال الستة أشهر الماضية فقط، من بين هؤلاء 80% نزحوا بسبب الاحتباس الحراري ولأسباب لها علاقة بالبيئة. إذن من جهة لدينا الدول الصناعية الكبرى، واليوم الدول التي الأكثر تلويثا للبيئة معروفة باتت في 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 رأس اللائحة، الصين، الولايات المتحدة، الهند، روسيا، بريطانيا، فرنسا، ولكن هذه المجموعة هي يعني حاليا، هذه المجموعة طرأت حاليا. الدول المؤثرة تاريخيا على التلوث هي الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1750 وحتى اليوم، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا. أما الضرر الأساسي هو على هذه الدول، وتأتي بعض الدول الغربية وتحديدا في أوروبا
وتقدم أو تطلب من الدول الفقيرة اليوم والدول النامية أن تقدم أو تقوم ببرامج من أجل احتواء الضرر البيئي. وإذا كان وضع المناخ وهذا الضرر وصل إلى هذا الحد قاسم، إذن كيف تزعم الدول الصناعية بأنها تعمل على معالجة أزمة المناخ ولماذا؟ يعني الدول الصناعية تزعم كما كل مأساة إنسانية، يعني هي بالنسبة لها فرصة مؤاتية للتسويق، لكن بما عنا المناخ العالم يتجه وخاصة الدول الصناعية يتجه إلى تقنية جديدة يسميها التقنية النظيفة للاستغناء عن الكربون، لكن هذه التقنية الجديدة هي تستهلك وتبدد أنواع أخرى، تبدد المعادن، تبدد الأرض، تبدد المياه إلى آخره. لن ندخل بالتفاصيل، لكن الهم الأساسي لهذه الدول الصناعية التي تغزو الأسواق تتحضر إلى غزو أسواق جديد، هي تعتمد وأخذت تعهدات، يعني مثلا كوريا الجنوبية واليابان وأوروبا والولايات المتحدة الآن مع بايدن ستستثمر فيما تسميه التكنولوجيا النظيفة، وهي تتعهد أنه بحدود عام 2035-2040 أنها ستصل إلى صفر كربون. طبعا الدول الآسيوية اليابان وكوريا عام 2050، الصين ستصل إلى عام 2060، لكن أحدا لم يتحدث من الآن إلى 2030 كيف سيخفضون استهلاك الكربون وغير الغازات. هذا غير مبرر وغير مطروح على جدول الأعمال، المطروح هو غزو الأسواق والتحديث لغزو الأسواق. نعم. وسيدخل بناء على غزو الأسواق زيادة ضريبة على كل بلدان العالم الثالث الغير قادرة إلى الانتقال إلى هذه التكنولوجيا لمنعها من الاستيراد والتصدير، كما كانت الثورة الصناعية الأولى. التقنية الجديدة هي التي تغزو الأسواق، وبحجة التقنية الجديدة نتحدث ما شئ عن رفاهية الإنسان والسعادة والبشرية والتقدم والحداثة وغير ذلك، لكننا في نفس هذا الموقع والعالم الثالث هو دوما الذي يحصل المآسي، هذه المآسي وغيرها، ولا يمكن أن يستمر في هذا النمط الاقتصادي. وبالرغم من كل هذا التلوث وهذا التغير المناخي، الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت من اتفاقيات المناخ. محمد فرج، ما هي الدوافع الاقتصادية وراء هذا القرار؟ وهل أصلا الولايات المتحدة الأمريكية تلتزم بالمعايير المطلوبة؟ يعني دونالد ترامب عندما انسحب من قمة باريس للمناخ روج الأسباب الرئيسية حول هذا الانسحاب حول مجموعة من الأسباب الاقتصادية، واحدة منها بأنه يعتقد بأن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية سوف يتضرر بما مقداره 2.5 تريليون دولار بحلول عام 2035. إذن هذه واحدة من الحجج التي سوقها دونالد ترامب للانسحاب من هذه الاتفاقية. ودعنا نعطي مثالا على ذلك، دفن النفايات، النفايات بكل أنواعها ليس فقط النفايات النووية، النفايات النووية، النفايات المنزلية، النفايات الصناعية الزراعية الحيوانية الأسمدة والكيماويات وما إلى ذلك، يكلف في الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل 400 دولار للطن الواحد. ذهب دونالد ترامب إلى خيار آخر، بدل من أن نصطدم بالجرين بيس شيبس بسفن السلام الأخضر في العالم التي تجول أعالي البحار، بدل من أن نصطدم فيها نحن نخرج من هذه الاتفاقية، نتنصل منها، نستطيع من دفن هذه النفايات في أعالي البحار ندفنها في الصومال والسنغال وجيبوتي وما إلى ذلك ب50 دولار بدل 400 دولار. إذن هو يبحث عن تخفيض التكلفة ضمن النظرية الاقتصادية الأمريكية القائمة على زيادة الربح بشكل أو بآخر. إذن هذا التوجه الذي كان يتوجه فيه دونالد ترامب بأن يخفف هذه التكاليف ويزيد من الأرباح، والسؤال الذي يطرح الآن، هل سيتوجه جو بايدن إلى منطق جديد؟ باعتقادي بأن المنطق الذي يتوجه فيه جو بايدن أن نوقع وننتهك، دونالد ترامب أن نتنصل وننفذ. بمعنى آخر الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر ليس فقط في إدارات دونالد ترامب، هي انسحبت أكثر من مرة واعترضت أكثر من مرة على اتفاقيات دولية متعلقة بالمناخ. لذلك في اعتقادي أن الانتهاكات الأمريكية كما هي مستمرة على سياقات اتفاقيات حقوق الإنسان وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فإن هذا الانتهاك سيستمر أيضا في الاتفاقيات المتعلقة بالمناخ. هذا الدفن بشكل أو بآخر للنفايات سوف يستمر، ولكن مع توقيع هذه الاتفاقيات وانتهاكها في السر. وبالعودة للتظاهرات التي تشهدها أوروبا موسى، هل سيكون لها تأثير على المشهد السياسي والانتخابي هناك؟
بالتأكيد عبد الرحمن سنكون ربما أمام مشهد مختلف تماما خلال المرحلة المقبلة، ولا أبالغ القول بأن الانتخابات التي ستبدأ في ألمانيا في الخريف المقبل وفي فرنسا في منتصف العام المقبل سنكون أمام حالة جديدة ربما بين الأحزاب التقليدية. المواجهة ستكون بين هذه الأحزاب وبين الأحزاب المحافظة على البيئة، الأحزاب البيئية وكحزب الخضر وغير الخضر بدأت منذ عدة سنوات بتحصين موقفها الانتخابي، ولكن خلال المرحلة الأخيرة خلال الأشهر الأخيرة رأينا صعودا يعني ملموسا وبشكل كبير جدا في هذه الانتخابات. رأينا ذلك في الانتخابات البلدية التي حصلت في فرنسا منتصف العام الماضي، الكثير من البلديات الفرنسية تم السيطرة عليها من قبل الأحزاب البيئية. الأسبوع الماضي حصلت انتخابات جزئية في ألمانيا، أيضا الخضر تقدموا بشكل كبير على حزب التحالف المسيحي. يمكن من العام المقبل أو خلال الفترة المقبلة سنكون أمام مشهد الانتخابات، انتخابات الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني بمواجهة حزب الخضر، وفي فرنسا قد نكون أيضا أمام الأحزاب البيئية بمواجهة إيمانويل ماكرون. من يدري، ربما يصل حزب تصل الأحزاب البيئية أو حزب الخضر إلى السلطة في أي من هذه من هاتين الدولتين. يعني نحن نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن أوروبا، المنطقة العربية والإسلامية قاسم أين من أزمة المناخ؟ يعني بحسب التقارير المؤسسات الدولية يأخذون كل بلد على حدة، ولذلك يقيسون مثلا أن الولايات المتحدة هي الأكثر تلوثا وفيما بعد الصين وإلى آخره، لكن المؤسسات الأخرى تأخذ الفرد يعني بحسب نسبة السكان، وبهذا المعنى يتصدر الدول العربية الدول الخليجية أكثر البلدان أو أكثر الأفراد في العالم الملوثين للكربون، على رأسها قطر والإمارات والسعودية ودول الخليج الأخرى، وفيما بعد ألمانيا وأمريكا والصين. وبالمقابل هناك 12 بلد عربي الأكثر فقرا في المياه في العالم، يعني مجمل الدول العربية هي الأكثر معاناة فقرا من معاناة المياه. لكن بالمقابل استهلاك الدول الصناعية، إذا قارنا الفرد الذي استهلاك الفرد سواء في أمريكا أو في أوروبا بين عيد الميلاد وعشية رأس السنة، هو يستهلك من الطاقة ما يستهلكه الإنسان العادي في أفريقيا مثلا، أو نصف ما يستهلكه في أمريكا اللاتينية. مسألة التلوث الذي تكلم عنها الزميل محمد فرج هي معاناة جديدة ومعاناة فائقة للدول العربية وخاصة لدول العالم الثالث، لأن كل استهلاك الملوث في الدول الصناعية يذهب إلى العالم الثالث. على سبيل المثال لبنان هو الخامس في العالم من حيث التلوث، والبلدان الأخرى أيضا تحتل نسب كبيرة. ونحن سنذهب الآن إلى المنظور الآسيوي بشكل عام مع محمد فرج لنسأله كيف ماذا عن قراءة الأزمة من المنظور الآسيوي محمد، وأي تدابير يمكن يعني أن يقدمها هذا المنظور الآسيوي؟ اسمح لي عبد الرحمن أن أقول بأن استكمالا لما تفضل به الزميل قاسم، بأن عدد كبير بالمناسبة من مؤشرات الأداء البيئي في العالم Environmental Performance Indicators الموجودة في العالم تظلم آسيا وأفريقيا وتظلم عدد كبير من دول العالم. ويجب الانتباه بأن هذه الدول التي تضعها هذه المؤشرات على أساس أنها سيئة في الأداء البيئي وليس بالضرورة في الاستهلاك للبيئة، في الأداء البيئي تضعها في مناطق منخفضة أو تصفها بأن أدائها البيئي سيء، هي التي لا تعترض وهي التي لا تنسحب عن كل الاتفاقيات الدولية. نحن نتحدث عن 5 اتفاقيات أساسية في العالم من عام 1994 إلى عام 2015. هذه الدول التي تصفها المؤشرات العالمية بأداء بيئي سيء لم تعترض ولم تنسحب، من اعترض ومن سحب من أصل 3 من هذه الاتفاقيات كان الولايات المتحدة الأمريكية. دعني أعطيك مثالين بشكل سريع جدا. إيران على سبيل المثال عام 2017 تحت وطأة العقوبات، تحت وطأة الانسحاب من
الاتفاق النووي الإيراني، قالت نحن سنقدم حصتنا في الحفاظ على هذا الكوكب بنسبة 4%، وهي نسبة غير مشروطة، بمعنى غير مشروطة بالعودة للاتفاق النووي، غير مشروطة برفع العقوبات وما إلى ذلك. الصين بالمناسبة في هذه المؤشرات من الأداء البيئي، عدد كبير من هذه المؤشرات لا يأخذ بعين الاعتبار عدد السكان، لا يأخذ بعين الاعتبار أن الصين باتت المصنع الأكبر في العالم، ولا تمارس سياسات الإتلاف التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. بالمناسبة موضوع قد يطول كثيرا في الحديث عن أن النظرية الاقتصادية في الاستهلاك التي تحكم المنظور الآسيوي مختلفة تماما عن النظرية الاقتصادية التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن هنالك قدرة في دول آسيا وهناك منظور آسيوي جيد للتفاعل مع كل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بالمناخ أكثر بكثير مما تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك محمد فرج، شكرا قاسم عز الدين، وشكرا لك موسى عاصي، وشكرا دائم لكم مشاهدين على المتابعة. إلى اللقاء.